سبب في ضربة جزاء ربما يكون الحكم السيد رضوان نسيب قد صحح ما أخطأ في المرة الأولى أو صحح الخطأ في المرة الأولى. المهم هناك ضربة جزاء بقرار من الحكم السيد نسيب رضوان لمصلحة اتحاد الجزائر، وأمام الكرة كاسمي وفي المرمى جبيلي، التركيز العالي من الحارس، طبعا الحكم يتدخل، كاسمي يستعد، أخذ الكثير من الوقت تنفيذ ضربة، أخذ الكثير من الوقت. هذا ضربة جزاء مطلوب التركيز، اللاعب لازم يركز قبل ما يلحق الكرة، لما يحط الكرة يكون مركز للكرة ويخير المكان اللي يمد فيها الكرة. جبيلي هو الآخر يركز، حتى الحارس يركز وما يتبعش، نقول أنا يمشي في جهة، لما يطيح في هذيك الجهة ممكن يخرج الكرة. قاسمي في مواجهة جميلي في هذه الضربة، ضربة الجزاء لمصلحة الاتحاد. قاسمي كان وراء ضربة الجزاء وهو من يتولى تنفيذ الضربة في الدقيقة 12 من زمن المرحلة الأولى. قاسمي الله 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 الله، قاسمي يسجل في مرمى جميلي، الكرة في جهة والحارس جميلي في الجهة المقابلة، والهدف وفرحة الأنصار يشتعلون، والسعادة والفرحة الكبيرة فوق مدرجات اتحاد الجزائر بالهدف الذي سجله قاسمي عن طريق تنفيذ ضربة جزاء. الحارس جميلي مشى قبل ما اللاعب قاسمي صحيح يسعى الكرة، خلى له زاوية محلولة، اللاعب قاسمي خدا كل وقته حط الكرة على الجهة اليسرى تاع الحارس بطريقة ممتازة رائعة، انتظر الحرس وبعد ذلك في الزاوية المعاكسة وفي الجهة المعاكسة تماما للحارس. سنشاهد ردة فعل المولودية على هذا الهدف للاتحاد في الدقيقة 13 من زمن المرحلة الأولى. يا لها من بداية قوية وكبيرة لاتحاد الجزائر أمام المولودية في هذه القمة الكلاسيكية المعروفة بالعيد المتسبب في ضربة الجزاء. هو يتحصر ويتألم طبعا، هناك المتحصر، هناك الغانم، وهناك النادم في هذه اللقطة التي تسببت في ضربة الجزاء. من هناك الكرة لبصغير، بصغير يلعب كرة لبوغاش، ينتظر بوغاش يلعبها لبصغير، الانطلاقة والتغطية